الأنبا يوحنس سكرتير البابا السابق وأسقف أسيوط حاليا نبه في العزة الأسبوعية على أن الستات اللي مش لابسين ملابس محتشمة عليهم أن هم يلبسوا فيها زي بيتوزع على باب الكنيسة. زي ده عبارة عن بوليرو وجونيلا. والحقيقة الأنبا يوحنس توضحي موضوع البوليرو ده عشان في ناس مش فاهمة. بوليرو جاكيت قصيرة كده في كم. والأنبا يوحنس هو محددش بالظبط ايه هي معايير الاحتشام من وجهه نظر اوتسو يعني، وساب المهمه دي للكشافه اللي واقفه على الباب هي اللي تحدد يعني الست دي محتاجه بوليرو، دي محتاجه جونيلا، لا دي محتاجه الاثنين بوليرو جونيلا، واللي هترفض تتفضل تمشي في هدوء حسب قداسه الانبا مايل. ومش عارفه ليه ساب الناس تحتار وما عملش زي الانبا بيشوي اللي حط معايير قاطعه مانعه وعلقها على ورقه كتب فيها ان ممنوع اي ست تتناول وهي لابسه بنطلون او بلوزه او هي حاطه مكياج. مش عارفه ايه صراحه انواع الهدوم المتبقيه يعني، بس يعني على الاقل مواصفات واضحه يعني يريح بيها الناس من الحقيقه. القرارات دي وهي قرارات غير معتاده في الكنائس المصريه اثارت جدل كبير. الرافضين اعتبروها نوع من انواع السلفيه المسيحيه، والمؤيدين ليها قالوا حجج من عينه يعني ان انت لما بتروح مثلا تقابل وزير اللي هو بشر يعني بتلبس بدله وكربطه، امال لما تروح تقابل ربنا تلبس ايه؟ بوليرو جونيلا طبعا معروفه يعني. في ناس تسألت هل كان يقدر قداسة الأنبا انه يفرض قواعد زي دي على كنائس مصر الجديدة مثلا او الزمالك، واعتبروا ان هو ده نوع من انواع الاستقواء على بسطاء الصعيد. وانا الحقيقة مش شايفة المسألة مسألة استقواء خالص، بل بالعكس شايفاه اعلان صريح للضعف. المسيح لما جه جاب رسالة حرية، والنوعية دي من الفرمانات المتعسفة هي ضد رسالة المسيح في وجهة نظر، لانها بتحول الحرية لقيد والقيد ضعف. الراجل اللي اتعود يصلي جنبه واحده ست لابسه زي ما الستات بتلبس وتربى على انه ما يبصلهاش هو راجل قوي، راجل حر. والراجل اللي ما ترباش على كده الجونيلا هتثيره. والست اللي اتعلمت ان الاحتشام هو احتشام القلب والعقل مش احتشام الجسد هي ست حره. على فكره انا ممكن اكون لابسه مايو محتشمه وممكن اكون متغطيه وعيني تشغل الف راجل حواليا. يعني ممكن اطبق كل القوانين اللي حطوها رجال الدين واكسر القانون الالهي. ورجال الدين وانا بتكلم بشكل عام مش بخص اسماء بعينها، رجال الدين اللي معرفوش يبنوا قلوب حره ومعرفوش يعلموا الناس تتعبد بحريه هم فشلوا في تاديه مهمتهم وبيدوروا على دور مش من حقهم يقوموا بيه. مش من حق رجل دين انه يمنع حد من دخول بيت ربنا ولا انه يحرم شخص من الصلاه. واذا كانت البلد دي قامت فيها ثورتين فالكنيسه في مصر لازالت تحتاج الى ثوره وده رايي.